بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على أشرف المرسلين. لدينا درس الجمع والطرح والحصة الثالثة. قلنا درسنا قبلها الجمع والطرح الحصة الثانية والحصة الأولى، قلنا أن هذا الدرس يعتمد على طريقتين سواء في الجمع أو الطرح. طريقتين هما الطريقة الأولى طريقة التفكيك، والطريقة الثانية طريقة التنقل سوف ننجز التنقل بالشريط العددي. التنقل بالشريط العددي هو جد سهل، طريقة جد سهلة. أكتب العدد الأول اللي هو 96، أكتبه يا عبد الغني. ماذا أفعل للعدد الثاني؟ أقوم بتفكيكه. 39 عبد الغني، ما هي؟ 30 زائد 9. ضع السهم الأول، 30 سهم كبير، أكتب فوقها زائد 30، والسهم الثاني سهم صغير زائد ماذا؟ 9. إذا جد سهلة، 39 فككناها هي 30 زائد 9، 96 نضيف لها 30، العدد الذي أجده أضيف له 9، ونكتب النتيجة مثل ما فعلنا هنا، 63 زائد 14، كتبنا 63، 14 فككناها هي 10 زائد 4، 63 زائد 10 عندنا 73، 73 زائد 4 هي 77. الآن نفس الطريقة، إذا قلنا العدد الأول أتركه كما هو، العدد الثاني 96 زائد 30 كم تساوي يا عبد الغني؟ 126. 126 زائد 9 كم؟ 135. ممتاز، قام بالإجراء بالحساب الذهني. بإمكانكم أن تقوموا بالجمع عموديا الذي لا يوجد. شكرا لك، صفقوا عليه. إذن هذه هي الطريقة المبسطة التنقل بالشريط العددي.